هي حط دي ولا دي؟ الاتنين شكلك فيهم زي القمر، حطي اي واحدة. خلاص تعالي اصورك صورة كمان تحطيها على فيسبوك بدل الصور اللي انت حطها لي دي. دلوقتي يعني؟ اه دلوقتي. بمنظري ده لا طبعا، لما اظبط شكلي كده ولا اعمل اي حاجة. الو؟ طب والله العظيم تلاتة ليكي، وحشة كبيرة قوي يا توا. عارفة لما بتوحشيني قوي بعمل ايه؟ بتفرج على الدقيقة 16 في الفيديو، بحبها قوي. في ايه ملك؟ ملك انت كويسة؟ تقى تقى انت رايحة فين؟ استني نايلة، بتعملي ايه؟ سوري يا اكرم، انا صحيتك. بتعملي ايه؟ بعمل الشنطة طالعة شد دلوقتي فجأة كده؟ اه ام سوري، الموضوع جه فجأة. انا اسفة، نسيت اقول لك امبارح. مسافرة مع مين؟ اصحابي جايين مصر، عايزين يعملوا لفة في سينا. طب هتقعدي قد ايه؟ يومين ثلاثة عادي. هتنزلي في الفيلا ولا في اوتيل بقى؟ لا مش عارفة لسه، هشوف هم عايزين يعملوا ايه. بس فرصة اهو تروح بقى التمرين مع تالا، هتتبسط قوي لما تعمل كده. طيب استني يا توقف، ما تاخديش قرار وانتي في الحالة دي بليز. يا توقف فكري تاني. انت اللي بتقولي كده يا نادين؟ ايوه انا اللي بقولك كده. انا فعلا عايزاكي تكوني اقوى، بس انا مش عايزاكي تأذي نفسك. ما عنديش حل تاني، كل الحلول ما خلتنيش عارفة اعيش من غير هم. بس ده الحل مش الاحسن ليكي خالص. الناس هنا مختلفة وده ممكن يعقد لك حياتك اكتر. مفيش تعقيد اكتر من الحياة دي بقيت فيها نادين. انا واحدة بتموت كل يوم في جلدها من الرعب. طيب بصي، في جروبس بتكون برايفت، الناس بتدخل تكتب مشكلتها ومش بيبان ولا اسمها ولا صورة ليها ولا اي حاجة. يعني ممكن نجرب ده يشوف الأول. ضربوا العور على عينه، اللي يحصل يحصل. كفاية عليا، أنا محدش هيقدر يهددني بعد كده. اهلا يا توقع، اتفضلي. صباح الخير يا مدام نايلة. صباح النور. إريكا كانت بلغتني ان حضرتك عايزيني. صح، انا ما عنديش وقت كتير، بس حبيت ابلغك بنفسي قبل ما اسافر ان النهارده اخر يوم شغلي ليكي هنا. وحصل مني حاجه حضرتك؟ المرتب شهرين هيكفيك لغايه ما تلاقي شغل تاني. شكرا.
طبعا نادين لما تسألك انا عملت كده ليه مش هتعرفي تقولي لها السبب صح؟ مش هعرف اقول لها السبب عشان انا مش عارفه السبب. توا ما تخلينيش افتح مواضيع مش لطيفه بالنسبه لي وبالنسبه لك. وحضرتك قصدك على البوست؟ على فكره نادين عارفه انا وهي كنا قاعدين بنكتبه مع بعض على الفيسبوك. بوست ايه وفيسبوك ايه؟ لا ده موضوع شخصي يعني افتكرت حضرتك قصدك عليه يعني. اتاخرت على طيارتي. يا ريت لما ارجع من السفر ما الاقيكيش هنا. وبيبلغي سمير كمان ان انا مش عايزه اشوفه هنا لما ارجع علشان اكيد مش هتعامل معاه بالادب والذوق اللي انا اتعاملت معاكي بيهم. مع السلامه يا تقى. اريكا الله يخليك يا حجاج. تسلم. مع السلامة. خليك يا حجاج افتح انا. صباحك فل يا استاذ سمير. صباح فل يا دودة تعالى. لا معلش تسلم. انا جاي بس اديك المفاتيح حسب اوامر الست عبلة ونازل على طول. مفاتيح ايه دي؟ المصب. عبلة اللي قالت لك كده؟ دي مأكدة عليا من امبارح بالليل. وقالت لك تديهم لنا؟ والله يا استاذ سمير. بالأمارة قالت لفضي المخزن وأقفل حسابات المعلم عطية وأديله بضاعته. ده حتى كمان قالت لأخد أجازة أنا والرجالة لحد ما اتكلموا. مش فاهم حاجة. ليه وحصل إيه يعني؟ بينها مسافرة ولا حاجة. هو حضرتك ما عندكش علم ولا إيه؟ طيب تشكر أنت يا دودة. أمورنا. السلام عليكم. مع السلامة. سلام ورحمة الله وبركاته. مالها عبلة يا سمير؟ مش عارف يا حاج. عبلة. عبلة 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 يا عبلة عبلة هو في ايه يا سمير؟ مش عارف يا حاج. انت بتتكلم هنا ليه؟ أنا عايز أطمن على عبلة. مالها؟ تطمن عليها ليه؟ عبلة مش في البيت، هي مش معاك؟ لا مش معايا. أمال راحت فين؟ سمير أنا مش هسمع لكلامك ومش هيدخل دماغي، اتفاقاتك الهبلة مع بنت خالتك مش عليا. والله يا مستر عبلة ملهاش أي دعوة باللي بينا. عبلة قفلت المصمت ومش موجودة في البيت. سمير عقل عبلة واللي طلبته هيتنفذ وأنت ما تتكلمش تاني. هو إيه اللي حصل بينهم يا ابني؟ والله العظيم ما اعرف. طب هو في راجل ابن اصول يخلي مراته تطفش كده؟ جرى ايه يا سمير؟ وانا مش سالتك يا ابني واحنا لسه على البر، قلت له انه راجل محترم. محترم بقى ولا ابن كلب ما بقاش يجي منه الكلام ده يا حاج. خلاص انا ما اقصدش يا ابني، انا بقول يعني ان انت تعرفه وانت اللي جبته واكيد ليك كلام معاه. انا جبته عشان ياكل اكل يا حاج مش عشان يتجوز. انت بقى تكلم كل قرايبنا وانا هكلم قرايب جوز خالتي، يمكن تكون رحت عند حد منهم. اكرم وعلى الصبح كمان مكلمني. ده انت ناقص تبعت لي مورنينج تكست. ازيك يا شريف؟ انا معطلك؟ لا خالص. مالك يا معلم، في حاجه ولا ايه؟ شريف عايز اطلب منك طلب، عايزك توصل لفيلا نايله اللي في شرم عندك. هي نايله هناك، اطمن لي عليها بس وشوفها، يعني هي مع ناس صحابها هناك. ليه مالها نايله؟ لا هي كويسة، هي كويسة بس
بس عايز اطمن عليها يعني. موبايلها مقفول ومش عارف اطمن عليها، وهي بقت حساسه بزياده. انتوا متخانقين ولا ايه؟ لا لا خالص، لا لا خالص. بس بص، هي تصرفاتها بقت غريبه اليومين دول. مش عارف يا اكرم، يعني لو انا رحت هتبقى فكره كويسه ولا لا؟ منك انت هتبقى احسن ولا ايه؟ لا مش هينفع، اصلها بتتهمني ان انا اوفر بروتكتيف وده عامل مشاكل بينا. طب وهي مش هتضايق لو انا رحت؟ خلاص يا شريف اعمل اللي بقولك عليه. اساسا هي لا تشوفك ولا انت هتقرب خالص يعني، فاطمن عليها من بعيد وشوف مين معاها هناك وبس. ماشي؟ حاضر يا اكرم، حاضر. انا بس عندي شويه شغل كده اخلصه واروح على طول. ما تنساش، ما تخليهاش تشوفك. وشريف هبعت لك صوره حد، شوف هو موجود هناك معاها ولا لا. الو؟ ايوه مدام. هو انت اديتني الكارت علشان تعرف توصلي؟ التليفون التاني مش جنبك صح؟ انت عايز ايه؟ رسيني بس جنبك ولا لا؟ مقفول. ها عايز ايه؟ حلو. المستر اكرم بعت وراكي واحد اسمه شريف تقريبا كده في شرم الشيخ، وطلب منه انه يعز وراكي ويراقبك يا مدام. وانت عرفت الكلام ده منين؟ انت بتتجسس على تليفونه؟ معلش يعني لا مؤاخذه، ما هو مش هينفع افضل قاعد كده زي الولايه. المستر اصله ما يدمنش، وقربتي يا عيني هربانه باللي في بطنها منه، ومحدش عارف هي فين ولا حد عارف هيعمل فيها ايه، هي واللي في بطنها لما يلاقيها. يا مدام انا معاك. انا قلت بس اقول لك علشان تبقي مهيئه نفسك. سلام. سلام. دولا you okay? I'm fine. تيجي نخرج شوية؟ عايزة تروحي فين؟ نروح سنوركلينج أو نعمل ويند سيرفينج. يا شيكو ليلى. هاي. ايه؟ عامل ايه؟ شرف. عامل ايه؟ قلنا ما ينفعش نبقى هنا من غير ما نيجي نسلم عليك. نورتوني. تشربوا حاجة؟ عندك ايه تشرب يا معلم؟ عندي كل حاجة. ما تيجي ما نشربش هنا. بقول لك ايه، عندك لانش فاضي يودينا الجزيرة؟ عندي. طب يلا. دلوقتي؟ وراك حاجة؟ لا. اتفضل. لفت. اكرم. ايوه نديم. انت مش هتمشي يا اكرم. ايه يا نديم؟ مين اللي هتمشي؟ نايلة عملت ده وانا نايمه، وكلمتها كذا مره تليفونها مقفول. ممكن اعرف ايه اللي بيحصل؟ ما عنديش فكره يا نديم عن الموضوع ده، بعدين خلاص لما ارجع نتكلم، انا متاخر. ما ينفعش يا اكرم، انت مش عايزه تستنى. وكمان لو سمير عمل حاجه، ايه علاقه دقه بده؟ ايه دخل سمير في الموضوع؟ مش عارفه. نايلة قالت لها تقول له ان هو ما يجيش هنا تاني. سمير عمل ايه مع نايلة؟ انا ما اعرفش عنه حاجه. هو ساب الشغل مع حضرتك؟ احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ نديم بصي، انا ما عنديش فكره عن الموضوع. اكيد نايلة عندها سبب لده. ايوه، ايه السبب؟ وايه السبب اللي خليها تعمل كده من غير ما تاخد رايي؟ ما اعرفش يا نديم، ما اعرفش. اما تفتح الموبايل بتاعها اساليها، هي هتفهمك كل حاجه. انت واقف تسمع ايه؟ يلا توقف. ممكن تخليكي معايا وانا هكلم نايلة ونعرف منها ايه اللي حصل. ترتيلة اتحط في الموقف ده تاني؟
هنتقابل، واحنا يعني لازم نبقى عايشين مع بعض عشان نشوف بعض. عايش حياتك انت شرف، عامل لنفسك كومفورت زون يا معلم وعايش حياتك. ولا عامل كومفورت زون ولا عايش حياتي يا معلم، بس انت عشان شايف البحر والدنيا، لكن في الاخر ده شغل يعني. انت كويسه؟ انا كويسه، دونت وري، ام فاين. طب ايه، تحبوا كلنا نخرج سوا النهارده ولا معاكم ناس؟ لا احنا لوحدنا، هاني ايه رايك؟ اوكي يلا. See the sparkles reflect on your skin. Reminds me of moonlight. I'm feeling so good, so good. You're right here. Take me to paradise. طبعا اكرم شغله كتير قوي، مش عارف ياخد اجازه يومين عشان يجي يقعد معاكي هنا كالعاده، قصدي يعني. انا مش عارفه بقى والله يا اكرم، متغير قوي الفتره دي. ازاي يعني؟ مش عارفه انت على اتصال بيه ولا لا، بس لو انت على اتصال بيه هتفهم انا اقصد ايه. مش عارفه بقى، غريب قوي بقى، يشك حتى في اقرب الناس ليه، بيشك في كل الناس. وصلني مرحله ان انا اضطريت اني ما اقولوش ان انا جايه مع هاني لوحدنا، قلت له ان انا جايه مع جروب بنات صاحباتي من الجامعه. طب يمكن مضغوط في الشغل او حاجه، وبعدين ما انت عارفه هي فتره وهتعدي. يا رب تكون فتره وهتعدي. انا بجد مش فاهمه هو بيعدي بايه، مش فاهمه هو ايه اللي بيحصل له، مش عارفه. انا بقيت خايفه عليه اكتر من علاقتنا. نفسي نرجع زي زمان عادي. انا اسفه ان انا بوظت لك المود. لا خالص، يعني ان شاء الله كل حاجه ترجع زي الاول يا رب. طب ايه، يلا بينا. يلا اشوفك بالليل. سي يو تونايت يا ماما. سي يو. نايلة انت كويسة؟ اه ام فاين، I'm okay. Hey. Hey. هاي أكرم، إزيك؟ أنا محتاجة هاني جدا، وموبايله مقفول معظم الوقت. ما تعرفش هو ونايلة هيرجعوا امتى من شرم؟ لا يا انجي مش عارف. مين منا كان ممكن يتخيل ان احنا نبقى في الموقف اللي احنا فيه ده دلوقتي؟ والله ما بقيت عارفه حاجه بقى يا هاني، كل ما الوقت بيعدي كل ما بحس ان احنا الاثنين راهنا على الحاجه الغلط. ضيعنا سنين طويله مع ناس ما تستاهلش، مع اننا وانت كان قدامنا ناس تانيه يمكن كانت تستاهل اكتر. نايلة، انا شايف ان انت لازم تصارحي اكرم. محتاجه وقت يا هاني مش دلوقتي. نايلة، انت طول عمرك عارفه كويس انت بتعملي ايه، بس أنا شايف إن الوقت ده ممكن يصعب الخطوة على الكل. وبعدين أكرم جوزك مش عبيط،
يعني ممكن يعرف كل حاجة؟ بس أنا مش قلقانة خالص من أكرم يا هاني. بعدين هيحصل إيه يعني أكتر من اللي حصل؟ أكرم أخذ أكتر من حقه بكتير وجرحني لغاية الآخر. فيها إيه يعني لما أعمل فيه اللي هو بيعمله فيه؟ الفرق بيني وبين أكرم إن أنا أخري أبعد بكتير من أخره. نولا أنت كده هتخليني أبتدي أقلق عليكي. متقلقش عليا يا هاني، أوكي؟ كل حاجة هتعدي. بعدين أنا مش مستعدة إن أنا أخسر أي حاجة تانية. مفيش حد ما بيخسرش. عارفة، بس على الأقل من حقي إن أنا أكسب على قد اللي أنا خسرته. ده كلام اللي بيلعب قمار وفاكر إنه هيكسب الدور الجاي. فاين، أنا عارفة إن مفيش أي ضمانات، بس يبقى اسمي عملت حاجة. بعدين من إمتى أنت تعرف عني إنه بستسلم بسهولة؟ ثانك يو يا هاني. الو. ايوه اكرم، انا لسه راجع من الفيلا دلوقتي. شفت ايه؟ مفيش، جت راجعه هي واصحابها، جروب كبير كده، كانهم راجعين من سفاري او حاجه. وانت قابلتها؟ لا، مش انت قلت لي انك مش عايزه تشوفني؟ طب عرفت ازاي انهم راجعين من سفاري؟ يعني انا متكهرت هنا بقالي سنين، مش عارف اللي راجع من سفاري من اللي راجع من البحر. مفيش فيهم حد نعرفه خالص؟ لا ما اظنش. بس يعني لو عايز تعرفني عليهم مفيش اي مانع، دول صواريخ بس. طب انا نازل على فكره مصر كمان يومين عشان اقابل ساره، تعرف التزامات بقى وكده. تمام، كلمني اما توصل. حاضر يا بوب. شريف، وانت فين دلوقتي؟ أنا لسه راجع السنتر دلوقتي حالا اهو. ماشي، سلام. سلام. برضه مش فاهم عملت كده ليه؟ أنا بقالي كتير ما حسيتش إني فارقة معاك كده. أنا قلت لك هتقول لو حد كلمك أو هددك لازم تكلميني. فايد كلمك؟ قولي لي لو كلمك عشان أعرف أتصرف معاه. فايد ما عملش أي حاجة من ساعة ما أنت رحت له. أمال عملت كده ليه؟ عشان ما حدش يهددني تاني. أنت متخيل الموضوع كان صعب عليا إزاي؟ متخيل أهلي عملوا إيه لما عرفوا؟ بس أنا كل ده قدرت أعديه. قدامي إني ما أفضلش عايشة طول عمري خايفة من غلطة واحدة عملتها أتعاقب عليها. أيوه، وإيه اللي جد؟ وإيه اللي فتح الموضوع ده تاني؟ وليه ما قلتليش؟ عشان أنت بالذات مش هينفع تتدخل يا سمير. يعني إيه يا طه؟ يعني خلاص. الموضوع خلص. خلص بجد المرة دي. وأنا حقيقي مش محتاجة إنك تعمل أي حاجة تاني. اسمح لي بقى اعزمك على العشاء بالمناسبة دي، فرصة يعني بما انك دلوقتي من غير شغل ومش لاقي تاكل، محتاج حد يصرف عليك يعني. هو اي نعم انا كمان زيك، بس تعالى. ليه انا بالذات اللي ما ينفعش اتدخل؟ الفيديو لسه مع مين يا طارق؟ يا عم والله العظيم ده هو ده اخره، ده على فكرة هو فين؟ هو مين ده اللي فيه؟ سوني فين؟ فيها سمير ما تهدى الراجل واقف فيه. معلش يا عمهم، المحل ده قفل خلاص، شوف لك محل تاني. هو ايه ده اللي قفل يا عم؟ ما تخلص يا ابني، سوني فين؟ جوه يا سمير، سوني جوه. طب استنى يا عم، يا سمير. صدق بالله انت عيل وسخ، والله العظيم ما شفت وسخ منك في حياتي. انت اتجننت يا ابني ولا ايه؟ ما تمدش ايدك ديه. انت لسه شفت جنان؟ ده انا هوريك الجنان اللي على اصول. قلت لك ما تمدش ايدك بدل ما تتهم عليك. ياه فين يا جدعان؟ انتوا اتهبلتوا هتضربوا بعض بس. ياه وصلت بيك الوساخة يا حيوان انك بتهدد البنت اللي كانت خطيبتك؟
هو الحوار كده؟ طب ما تقول لي يا عم الحاج عشان القط واخد بالي. هي المفضوحه جات لك؟ طب يا اخويا لما انت عامل السبع رجاله في بعض ما كنت تعقلها يا سمير، عقلها عشان ترجع لخطيبها اللي هو صاحبك وحبيبك وعشه العمر، بدل ما تفتح لها دراعك يا اخويا وتقول لها تعالي يا حبيبتي عشان حضنك محفوظ. ما هو العيب مش عليك، انا ازاي ما كنتش عارفك على حياتك كل ده؟ قلت لك ما تمدش ايدك بقى بدل ما استغبى عليك. خلاص يا جدعان في ايه؟ طب انت مالك وبين الموضوع اصلا؟ الموضوع ما يخصكش، واحد وخطيبته، وانت مال اهلك؟ انا ازاي كنت صابر عليك كل ده؟ انا اللي غلطان عشان كنت صابر عليك من زمان وساكت. انت يالا ما تعرفش تعمل اي حاجه، انت كبيرك الشويتين دول، والشويتين دول انا اللي معديهم بمزاجي، بس خلاص مزاجي بقى جاب اخره. استعد بقى يا حبيبي للي جاي. تعرف يالا انت لو كنت راجل كنت عرفت قيمه المصيبه اللي انت عملتها، بس هتعرف الرجوله منين؟ انت عيل وسخ. انا وسخ؟ اه وسخ يا سوني. ووسخت دي تيجي ايه جنب وسختك؟ تيجي ايه؟ ناسي ولا فكرك؟ انا اللي كنت بتجسس على مرات الراجل اللي لحي اكتفي من خيره؟ ولا انا اللي كنت بتجسس على مرات صاحبي زمان واتسببت في قتلها؟ ما ترد يا حماده. ما ترد يا حبيبي. انت جباني اه. انت جبان ولا تعرف تعمل اي حاجه، انت صعبان عليا. انت حتى البت اللي انت بتحبها وجاي تدافع لي عنها دلوقتي ما قدرتش تروح تقول لها ان انت بتحبها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مين يا سمير اللي انت تسببت في قتلها؟ ام نور يا حبيبي. ام نور الله يرحمها يا تريكا. واخوك ما قالكش؟ اخص عليك يا سمير، ليه تزعلني منك كده يا اخي؟ ليه ما تقولش لاخوك الصغير؟ يبقى اتعرف يا حبيبي على اخوك من اول وجديد. اخوك الالفا اللي ياما هنا وياما هناك، اللي مغربلنا يمين وشمال ومطلع عيننا فوق وتحت وغلط وصح، وهو اصلا الغلط راكبه من ساسه لراسه. انت واخدني صاحب عمرك ليه يا سوني ما دام شايفني كده؟ عشان انا ما بضحكش على نفسي يا حبيبي، انا مش زيك ما بضحكش على نفسي، واقول لك على حاجه كمان، انا بفهم في الناس احسن منك. على الاقل خدتك على عيبك زي ما انت، ما عملتلكش فيها انضف واحد. صح اللي بيقوله ده يا سمير؟ ايوه صح. اوعى. خلصت يا سوني. على فكره هي خلصانه من زمان، بس انت تقريبا اللي ما كنتش واخد بالك. وراه، سيبني لوحدي اترك وراه. يلا. الو. ايوه قول لعبله انا عايز اقابلها فورا. انا ما اعرفش عبله فين. بص بقى اللي هتسمعه مني هتوصله لها. الواد ده لو ما نزلش في اسرع وقت مش هيبقى كويس لا ليك ولا ليها، وانت عارف انا ممكن اعمل ايه، بس قلت اكلمك الاول. اسمع انت بقى اكرم بيه، انا قلب الدنيا عليها وعايز اوصل لها، مش عشان ابلغها اي كلام فارغ انت عايز تقوله لها، لا، بس عشان اطمن على بنت خالتي اللي ما عرفتش انها حامل غير منك انت دلوقتي. يعني ايه؟ انت عايز تفهمني انها مشيت من البيت من غير ما تقول لكم؟ انا مش المفروض افهمك اي حاجه. انا بقول لك اللي حصل. اتصرف. اللي بتعملوه ده اخرته وحشه. وانا مش هفضل.
تقع. ازيك يا تقع؟ انا بحبك. تاكسي. اتفضل. حبك مفرحني فرحة طير بطيران، قربك مريحني راحة الرجل يا غصان، عطفك سقين الحنان كله بألوان، ودك مهنيني قربك مخليني إنسان لقى نفسه فيك من بعد الريحة دي. ايه يا تقى الريحة دي؟ الأكل اتحرق. يعني انت يوم ما تطبخ تحرق لنا الأكل؟ أهو اللي حصل، اللي حصل. ما في ايه مالك؟ يا سلام، وكل العصبية دي بقى علشان حرقت صينية بطاطس؟ فداكي يا حبيبتي، هناكلها برضه. لا الموضوع كده مش موضوع بطاطس. مالك يا بنتي فيكي ايه؟ قلت له اني بحبه. قلت لمين؟ سمير. وهو قالك ايه؟ هو بيحبني. هو قالك ان هو بيحبك؟ هو قال لي انه مش هينفع. انت ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ كنت عايزه اعمل ايه يعني يا هدير؟ اعيش طول عمري حاسه بالذنب ومش عارفه اقول له ان انا بحبه عشان هو شايفني واحده غلطت مع واحد قبله؟ لا، كان لازم تتاكدي من رد فعله قبل ما تعملي حكايه زي دي. انا متاكده انه بيحبني. لو كان بيحبك بجد كان قدر يعدي اللي حصل. ليه بتقولي كده؟ كل حاجه بيعملها من ساعه ما عرفنا بعض بتقولي انه بيحبني. ما انت كنت فاكره انه ايمن بيحبك، ودلوقتي كمان بتقولي انه سمير بيحبك. خلاص كلها شويه وبكره كده هتنسيه زي ما نسيتي ايمن. خلاص يا هدير خلاص، انتوا محدش حاسس بيا اصلا. فعلا فعلا يا تقى محدش حاسس بيكي؟ اه والله صحيح، الاستاذه تقى بتحب، المفروض العالم كله يقف ويساعدها في حل مشكلتها. اصل اللي بتحبه ما بيحبهاش كفايه على فكره. انا اسفه يا تقى، انا اسفه حبيبتي ان انا مش حاسه بيكي ومش متعاطفه معاكي كفايه. ايه انت نحالي كده ليه؟ هتعيطي؟ هتعيطي ليه؟ عشان انت بتحبي واحد وهو كمان بيحبك؟ لا، عايزه تعيطي صح بقى، تعيطي عشان انت بتحبي واحد وهو مش شايفك اصلا. انت عمرك ما حكيتي حاجه زي كده. وانت مش لازم تكوني الموضوع طول الوقت والكل بيلف حواليك يحلك مشاكلك. خش غير يلا يا نور عشان جهز لك الغدا. كنت عارف يا سمير صح؟ كنت عارف. في ايه يا حامد؟ ها؟ انت عارف كل حاجه. نور بنت مين يا سمير؟ ايه يا حامد؟ نور بنت مين؟ ما اعرفش حاجه. بنت هو. والله ما اعرف غير انها بنت كده. ربيتها 3 سنين وكنت فاكرها من صلبي. يا حامد والله انا ما اعرفش. بنت مين؟ نور بنتك كده. بنت هو. بنت هو. ها يا حامد نور بنتك انت. خانت لي قد ايه معاه وانت كنت عارف وساكت؟ انا اسمي حامد رفعت بس انا مش ابوكي. انت بتعمل ايه؟ ولا سمير كمان ابوكي. اخلص. ابوكي احتمال اكون قتلته. حرام عليك. قتلته وقتلت امك الخاينه. قتلتك انت. قتلته انت الخاينه. ايه؟ قتلته وقتلت امك الخاينه. ايه؟
قتلتها لانها خاينه. سيب البنت، سيب البنت. قتلت نور. نور لا عم نور، ما قتلتها. نور نور.